عزفت عن المسرح بعد 67؟ لا، هو قلت العروض. قلت العروض. الناس ايه، ما بقاش عندها نفس تخش مسرح؟ بالظبط. مش تخش مسرح. الصدمه كانت قاسيه قاسيه جدا. واللي رجعنا بقى العبور. تقييمك ايه الحكم الرئيس السادات؟ لا، هو عمل حاجه وان كنت ايوه ليها ملحوظه صغيره، وقالها يا سيادة اللواء سمير فرج، لولا عبد الناصر ما كان العبور. لأن بس عبد الناصر ما حضرش، بس غير الجيش وغير الاتجاه وغير الثقافة وعمل الصواريخ الفظيع وعمل كل حاجة. بس الله يرحمه أنور السادات كان من أذكى الحكام والوحيد ده. احنا كنا ايام عبد الناصر يقول لك ايه، الاتوبيس تركب محطه المطار السري. ايوه السري. يعني كنا مفضوحين قوي. وبعدين ما ننكرش عبد القادر حات الله يرحمه كان من اعظم طبعاً وزراء الاعلام والصحة. وشارك طبعا برضه شارك في التمثيليه او في اللعبه اللي اقنع ده اقنعوا العالم في خطه الخداع الاستراتيجي مش حرب إسرائيل. 73 صحيح. دي اعظم شيء اعظم شيء. امال اختلفت مع الرئيس السادات في ايه؟ في كامب ديفيد ومعاهده سلام؟ على فكره انا عملنا مسرحيه في العراق ايوه اسمها العم مطاوع. كنا بنحذره من التصالح مع لا تصالح. ده انا بقيت سارح بيها في الحتت اللي تعرف قصيده لا تصالح. كنت بقولها. وعلى فكره السادات عشان يطلع من تحت الارض عمل النقابات الثلاث دي، الوسط والمش عارف ايه والايه. فانا انضميت للتجمع اليسار يعني. انا وحمدي غيث على فكره يمين. مش انا بس. انا وايه وحمدي غيث. وبالتالي طلع عليا للاسف ان انا شيوعي. وحصل مش امر شفهي. وبدات ما اشتغلش الى درجه فكرت مع ابيع اوضه السفره. انا عندي اوضه سفره هايله وعاملها في العز. فكرت كيف ويشاء القدر ان باب الرزق يجي من دبي من اليونان من المانيا، واتفتحت قدامي اعمال وما بدفعش ضرائب. يعني انت كنت ممنوع من العمل كممثل في فتره السبعينات؟ انا عارفها. عشان شفهيا ان هو في التجمع ويساري وبتاع ومش عارف ايه، واولاد الحلال كتير وانا عارفهم. بس خلاص بقى عفى الله عما سلف. يعني زملاء ليك؟ لا، في المبنى. في التلفزيون. في التلفزيون مش زملاء ليا. ما انا كنت في الحزب الناصري اللي تحت الارض. مش عبد الناصر فكر انه يعمل يعني حاجه كده علشان القاعده. واذكر ان موقف ليا انه بيقولوا لي يعني تشوف زملائك مش عارف ايه، فانبريت مدافعا. انا مش مخابرات، انا مش انتوا جايبيننا عشان كده و و و و و. وعرفت ان دي وصلت لعبد الناصر بعد كده. وبعدين انا كنت في الكويت، وانا في الكويت وطني واحب بلدي بكل ما املك، ولا اسمح لحد انه يهاجم بلدي. فناس هاجموا، فانا هاجمتهم هجوم بشع وقلت لهم انا بره مصر. لا، ماله السادات وماله مش عارف ايه. جالي شكر من المخابرات اياميها. طيب، هل وافقت على التطبيع مع اسرائيل على كامب ديفيد ومعاهده لا. سلام؟ لان قيل ساعتها انك انت كنت من الناس الرافضين تماما. طبعا خالص. ما انا بقول لك. وبعدين قصيده لا تصالح، وبعدين عملنا على العم مطوع في العراق.
فهم مش قادرين يقولوا ان انا ضد الله يرحمه انور السادات. قالوا لي انت في حزب البعث، انا لما رجعت خدوني لعلمك. ودوك فين؟ ايه؟ ودوك فين؟ هقول لك، مبنى اللي في فلازوغلي. ايوه كده في حاجه، ده لا ده جوم الساعه 7 الصبح، والحمد لله مراتي واولادي كانوا في اسكندريه بيصيفوا، استاذ ابو زهره بمنتهى الاحترام اتفضل معانا. انا مش فاهم حاجه خالص، ولا بس احب اقول لك ان كان في كتاب في المكتبه، بس هي فيها 2000 كتاب، كان ممكن يوديني في داهيه. كنت بعرف اليسار كتير بصراحه، وكان عندي ميل مع اني متدين، والله العظيم متدين، ويعني مش اصلهم بيقولوا دول كفره ومش عارف ايه، خطا خطا تماما تماما. يطلق عليهم الشيوعيين. جابوني وحطوني في المبنى ده، كنت اياميها بقى متالق في لعب اليوجا، واخد بالك، يقعدوني ومش شوف في دور ويخرج، اروح لاعب ثلاث اربع حركات يرجع يلاقيني نايم. ده ما جننتهم. يروح قعدت في المعتقل قد ايه؟ ايه؟ قعدت في المعتقل؟ لا، خرجت يوميها. يوميها؟ وطلعوني التالت، وطلعيني الرابع. انت عارف الحاجات اللي بتحصل في الافلام، انك تلاقي ضابط وطني، ما ها؟ والله النيابه اللي كانت بتحقق، الضابط اللي في النيابه اللي كان بيحقق معايا بيقول لي انا معجب بيك جدا، بس دي نركنها، اوعى تقعد تقول انا ناصري ومش ناصري والهبل بتاعك ده، ما فيش داعي للسكه دي ولا بتاع. واداني شويه نصايح. وبعدين لما رحت المبنى لقيت مين قاعد؟ كرم طاوع، ما احنا عاملينها في العراق، وسهير المرشدي. رحت قايل له ايه؟ ما قالوش القبض على كرم مطاوع، القبض على عبد الرحمن ابو زهرة وكرم مطاوع. شفت الافيش ازاي يا استاذ كرم؟ ماتوا عليكم، خدتها تهريج. ما انا مش واقول لك بقى، كنت بعمل مسرحيه في البالون. وبعدين قعدت، يطلعوني دور تاني ودور تالت ودور رابع، وخرجت بكفاله، واتسحب الباسبور. ساعة ما خرجت من المبنى انا رحت على المسرح، حسيت رحت القلعة، عشان انا فاكر دلوقتي وانا بقول لك حسيت، ونازل وخدت التاكس ورحت المسرح مليان، دخلت تسقيف، يعني كنت نفسي انزل احضنهم كلهم.